السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد من لقاءاتنا الثقافية الأسبوعية في رحاب الأدب والفن. أهلا بكم. اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي المسافة بين الفن التشكيلي والسينوغرافيا عنوانا للدورة 12 من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. إن جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي منذ تأسيسها عام 2008 حظيت باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأسست لمرحلة نقدية هي الأولى من نوعها عربيا في الفن التشكيلي. وقد شكلت الجائزة على مدى سنوات مكانة مهمة في تعزيز المفهوم البصري من جهة، ودعم النقاد العرب الجدد على وجه التحديد من جهة أخرى. وتذهب الجائزة إلى التعريف بأعمال بحثية واسعة وتوسيع دائرة الاهتمام بالتجارب التشكيلية العربية وتوثيقها عبر إصدارات متنوعة ورصد مساراتها وتشجيع المواهب النقدية الشابة والتعريف بها إعمالا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، يقينا من سموه بأهمية دعم الثقافة والفنون لتأسيس خطاب يذهب نحو ضمان الحوار الإنساني والحضاري مع شعوب العالم. وما يميز جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي انفرادها عربيا في هذا المجال النقدي تحديدا، فهي الجائزة الوحيدة التي ناقشت موضوعا فنيا حيويا وأبرزت الجهود المبذولة من قبل الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب، وفيما كانت تجدد في العنوان النقدي حيث الدهشة في اللغة البصرية، فإنها واكبت التطور المستجد على الفنون الجميلة فضلا عن تقديم 37 فائزا إلى الساحة النقدية، من بينهم 33 ناقدا وأربع ناقدات خلال 11 دورة متتالية، ورفدت المكتبة العربية بعشرات البحوث النقدية في النقد التشكيلي. وكانت الدورة الماضية من الجائزة جاءت تحت عنوان المصطلحات الفنية في النقد التشكيلي العربي، وضمت قائمة الفائزين بها 3 نقاد عرب وجميعهم من المغرب، وهم في المركز الأول الناقد عبد الله الشيخ عن بحثه المصطلحات الفنية في النقد التشكيلي العربي مقاربة وسائطية لبعض النماذج المغربية المعاصرة. وفي المركز الثاني جاء الناقد إبراهيم الحجري عن بحثه المصطلحات الفنية في الممارسة النقدية التشكيلية العربية الخلفيات الوظائف الأبعاد، فيما نالت الناقدة عائشة عمور المركز الثالث عن بحثها المصطلح الفني في النقد التشكيلي العربي من اللغة العامة إلى لغة الاختصاص. إن جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تعمق الصلة بين الاشتغالات العملية والتنظيرية عبر سلسلة من البحوث العلمية الموثقة والخاضعة لشروط تعمل على اختيار المتميز، ومن ثم نشر هذه البحوث على النطاق العربي لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة البحث والكتابة النقدية في مجالات الفنون البصرية. أقف الآن أمام متحف الشارقة للفنون، أمام هذا الصرح الفني العملاق، أمام هذه الدرة الباهرة التي تعد من أكبر قاعات العروض الفنية في منطقة الخليج العربي. متحف الشارقة للفنون الذي افتتح في 17 من أبريل عام 1997 بطوابقه 3 تعرض أروقته مئات القطع من الإبداعات الفنية والمعروضات واللوحات والمقتنيات التي تعبر عن مختلف الأساليب التعبيرية، تأسر وجدان الزائر وتلهم خياله. من ضمن الأعمال الموجودة في المتحف عدد من اللوحات تشكل معرضاً عنوانه نور الشرق، وهذا المعرض
هو جزء من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أهداها سموه للمتحف. فماذا وراء هذه اللوحات؟ ماذا وراء هذا المكان؟ مجموعة نفيسة من أعمال كبار فناني الاستشراق ينتمون إلى مختلف المدارس والأساليب الفنية، تعطي تصوراً واضحاً على خصائص ومميزات هذه الأعمال وطبيعة الموضوعات التي عالجتها، ويتيح المعرض للمتلقي تأمل هذه الأعمال وتلمس جمالياتها، كما يتيح الوقوف أمام إنجاز بعض الفنانين الذين استطاعوا أن يقبضوا على لحظة تاريخية حافلة بالغنى والخصوصية. لقد سعى الرحالة الفنانون الأوروبيون إلى تطوير الصور التي سجلت ما اعتقدوا أنها السمة البارزة ليس فقط للمدن والمناظر فحسب، بل لشعوب المناطق التي زاروها. ومن هنا حظيت هذه الأعمال بشعبية في الفن الغربي الخاص بدراسات الشخصيات وفن رسم الوجوه. من هؤلاء الفنانين ديفيد روبرتس، المولود في أدنبرا بأسكتلندا عام 1794، وكان ديفيد روبرتس من أوائل الفنانين المستقلين الذين جابوا الشرق الأدنى، واشتهر بمجموعة لوحاته التوثيقية عن مصر وبلدان أخرى أنتجها خلال أربعينيات القرن التاسع عشر. وصل ديفيد روبرتس إلى الإسكندرية في شهر سبتمبر من عام 1838، ثم أبحر عبر نهر النيل متجهاً جنوباً إلى أبو سنبل، ثم عاد إلى القاهرة. ومن القاهرة انطلق عبر سيناء إلى البتراء، وبعدها إلى الخليل والقدس وأماكن أخرى، ثم تابع رحلته نحو الشمال من خلال نابلس والناصرية والطبرية، ثم وصل إلى لبنان، وبعدها غادر من بيروت إلى لندن في شهر مايو من عام 1839. وفي أثناء العشر سنوات التالية على عودته إلى لندن، قام ديفيد روبرتس بنشر 247 من رسوماته كسلسلة من أعمال الطباعة الحجرية، والتي اتخذت شكل عمل تذكاري، وكان بذلك من أشهر الرسامين المستشرقين الذين أسهموا بقسط وافر في صياغة الصور الذهنية للأوروبيين عن الشرق بعاداته وثقافاته الخاصة، كما أنه من أغزر هؤلاء الفنانين إنتاجاً. وبعد نشر مجلدات خاصة للوحاته، أصبح من المصادر الأساسية التي يلجأ إليها المعنيون بدراسة أحوال الشرق العربي في مطلع العصر الحديث. لقد قام ديفيد روبرتس بجولة طويلة رسم خلالها أعداداً هائلة من الرسومات الأولية التقريبية لكل ما عاينه في جولاته من معالم عمرانية وطبيعية، فضلاً عن مظاهر الحياة اليومية التي كان مولعاً بها، وتعتبر لوحاته للمناطق والبلدان التي زارها من أندر الأعمال الفنية التوثيقية. في أحد جوانب مكتبة الشارقة يصادف الزائر هذه الأرفف، والتي هي عبارة عن معرض مصغر لنماذج من أحدث الإصدارات التي تصل إلى المكتبة في العلوم والآداب والفنون ومختلف المعارف. أخذ الآن أحد هذه الإصدارات بقصد الاطلاع عليه وقراءته. هذا مثلا عنوانه خريدة القاهرة، وبعنوان فرعي هو شيء من سيرة الأماكن والأشخاص لمؤلفه حامد محمد حامد. مؤلف الكتاب هو حامد محمد حامد، من مواليد القاهرة عام 1983، صدر له كتاب حدوتة مصرية قصة وطن من حملة نابليون إلى حلم محمد علي الضائع عام 2007، ويعتبر كتاب خريدة القاهرة
كتابه الثاني. يعترف المؤلف منذ البداية بأن هذا ليس كتاب تاريخ ولا كتاب آثار، بالرغم من أن القارئ وهو يقرأ صفحاته يقابل الكثير من الوقائع التاريخية الموثقة والعديد من الإشارات إلى أماكن أثرية، كما أن الكتاب كما يذكر المؤلف لا يهدف إلى السرد التاريخي أو الشرح الأثري المتخصص، بل هو كتاب يستلهم روح الخطط، والخطط نوع من الكتابة يعنى أساساً بالجغرافيا التاريخية. ويمكن القول هنا إن موضوع الخطط الأساسي هو تاريخ الأماكن. والملاحظ أن حكايات الكتاب ليست مرتبة تاريخياً، ففيه تجليات الزمن على المكان الواحد، والشيء الواضح الذي يجمع شتات الكتاب هو روح الأماكن وحياتها، ما يعني أن بطل الكتاب الأوحد هو المكان ولا شيء غير المكان. الملاحظ أنه لا وجود في الكتاب لكثير من الحكايات الشهيرة، مع تجاهل لشخصيات تاريخية ولفترات كبرى لحساب شخصيات ثانوية وهامشية أحياناً. وهذا بالضبط ما يرمي إليه هذا الكتاب، بعبقرية التفاصيل الصغيرة التي تجعلنا نرى التاريخ والأماكن بعين جديدة. ولكن ماذا بشأن العنوان خريدة القاهرة؟ يقول المؤلف إنه لم يجد وصفاً أصدق ولا أدق لروح القاهرة من كونها خريدة، أي لؤلؤة مكنونة، فالعاصمة كما يقول لا تبوح بكل أسرارها أبداً، وقاهرة اليوم تخفي في أعماقها خريدة مدهشة تنتظر فقط من يصل إليها ويكشف عنها. مثلاً في الصفحة 49 نقرأ: الأماكن حظها أفضل من بني آدم، ليس فقط لأن عمرها أطول وتمر عليها أيام وسنون بلا عدد، ولكن لأن الأماكن تكتنز قدرة عجيبة على تحويل التاريخ إلى واقع نشعر به ونقدر على لمسه بأيدينا. وإلا قل لي بربك كيف نستطيع أن نتذكر الأمير سنقر الأشقر دون أن نتلمس بقايا حكايته في الأماكن؟ من هو الأمير سنقر الأشقر؟ وكيف للمكان أن يذكرنا به وبحكايته وسيرته؟ أحداث كثيرة يرويها الكتاب عنه، ثم يخلص إلى التوجه للقارئ فيخاطبه قائلا: فإذا ما سرت في الغورية ميمما شطر باب زويلة، وحين يصبح عن يمينك جامع المؤيد شيخ، تذكر فور أن تدلف من باب جامع المؤيد أن هنا تحديدا كانت القيصرية السوق التي بناها الأمير الكبير شمس الدين سنقر الأشقر، أحد شرفاء التاريخ الذين لم يعد يذكرهم أحد. ما فعله ابن ممات في قراقوش، يخاطب القارئ بداية فيقول له: إذا دخلت القاهرة يوماً من باب الفتوح، وبعد أن تمر على جامع الحاكم بأمر الله ببضع خطوات، ستجد عن يمينك شارع بين السيارج في مكان ما هنا كان يسكن بهاء الدين قراقوش. وحين يقف عند زاوية الموسيقار الحنبلي، يحدثنا عن شمس الدين بن كر الذي أنشأ زاوية صغيرة بالقرب من مسجد الحسين، وأخذ يدرس فيها الفقه الحنبلي، ثم أصبح إماماً لأهل الموسيقى في عصره. وبمرور السنين تدب شيخوخة في أوصال زاوية بن كر، فيرزقها الله بمن يعيد بناءها، وبعد 300 سنة يتقرب أحدهم لله بهدم الزاوية وإعادة بنائها من جديد، وينشئ بجوارها سبيلاً، وينسى الناس اسم ابن كر، ولا تعرف الزاوية والسبيل إلا باسم منشئها الجديد محمد أفندي البازدار. ما أجمل وأصدق علاقة المؤلف بالأماكن في كتابه هذا، فهو يتتبع هنا تاريخ الأماكن وتغيراتها من مئات السنين حتى اليوم، ونتابع معه هنا حكاية زاوية ابن كر وتبدلها والتي بني عليها مسجد البازدار. نقرأ: قامت مصلحة التنظيم حينها بنقل السبيل من موقعه القديم بدلاً من هدمه،
وهكذا انتقل سبيل البازدار آخر ما تبقى لنا من رائحة الموسيقار الحنبلي شمس الدين بن كر إلى شارع درب القزازين، أي أن السبيل قد غير موقعه وتحرك من أمام مسجد الحسين إلى ما وراءه، فالأماكن كبني البشر تماما، تولد صغيرة وتشيخ مع الزمن، وقد تتحرك وتغير أماكنها أحيانا. بقي أن يعرف القارئ أنه حين يقرأ كتاب خريدة القاهرة لمؤلفه حامد محمد حامد، فإنه يطوف بالقاهرة في كل عصورها، من عند قرقماس، جبل الأهرام الذليل، وجامع سيدنا الفكهاني، ومسجد السلطان المتحول أبو العلا، ويزور قبة السلطان حسن المبتهل، وينتقل إلى حوش مدرسة الغوري ومحرقة الصالحية، ويتوقف عند تكية الرفاعية، وربما ينعطف ليتناول السحور في سبيل أودباشي، ويستقي شرابا طهورا من سبيل ماء على روح ابن الباشا. إنها القاهرة، لؤلؤة مصر وكل عصر. ضيفنا في هذه الفقرة هو الشاعر الدكتور أكرم جميل قنبوس. والدكتور أكرم قنبوس كنا قد استضفناه من قبل كشاعر وأديب، لكننا اليوم نستضيفه كشاعر وطبيب، طبيب مختص بالطب الشعبي. نعم، طبيب يصف الدواء ويعالج الداء بماذا؟ بالشعر، بالكلام الموزون المنظوم. أهلا وسهلا بك دكتور أكرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رائد، حياكم الله. أعرف أن لديك اهتماما بل ودراية بمجال الطب الشعبي، لكن دكتور أكرم، ما الذي يجعلك تقدم بعض الوصفات العلاجية في قوالب شعرية موزونة؟ هل ترى أن الشعر أبلغ وأقدر على إيصال الفوائد المرجوة من الوصفات، أم أن لك نظرة أخرى في هذا الموضوع؟ وبناء على سؤالكم أستاذ رائد، أقول معروف أن الطب العربي أو الطب الشعبي طب عالمي. إذا قلت لي كيف عالمي، أقول لك إن كتاب القانون لابن سينا ظل يدرس في جامعات أوروبا حتى عام 1930، وهذا فخر للعرب ولطب العرب. لكن أن يكتب شاعر شعراً في أدوية علاجية خاصة في النباتات، فأعتقد أنه لم يسبقني أحد في ذلك. يعني أنا عكفت منذ عام أن أورد خارج السرب لكي أكتب ديوانا شعريا عنوانه مستشارك الشعري في العلاج الطبيعي، هكذا. وحرصت في رمضان أن أرسل إلى القراء الكرام في كل يوم صباحا مقطوعة شعرية أو قصيدة شعرية. قصيدة الثوم تجاوزت 60 بيتاً، قصيدة البصل بلغت 30 بيتاً، البرتقال بلغت إلى آخره. أنا لا أقول إن هذا دواء، هذا غذاء يا أخي، أنت تتناوله، يعني دواؤك هو غذاؤك. أنا لا أقول دواء، ولكن إذا أصابك الزكام وأنت في البيت ماذا تأكل على سبيل المثال؟ فأنا أقول مثلاً إذا دهاك زكام فامضغ البصل ففيهما ترتجي من صحة أملا، تنام نوم قرير العين مبتهجا من فعله فبه ما يصلح الخلل. هذا الدواء لعمري، هذا الدواء لعمري ما له شبه فيما علمت، ولن أرضى له بدلا. عرف عن الشاعر الدكتور أكرم قنبوس في تجربته أنه يخصص أحياناً مجموعة شعرية كاملة لموضوع واحد، يتحدث عن هذا فيقول: طبعاً بالنسبة إلى، أنا حرصت أن تكون مثلاً هذا كتاب ديوان شعر ترانيم على ضفاف الشارقة، هذه قصائد خاصة في الشارقة وحاكم الشارقة، مهداد لوجه الشارقة، هذا ديوان آخر أصدرته جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة، وهو قصائد خاصة عن اللغة العربية. وأنا أقول لم يسبقني أحد في مسيرة الشعر العربي كله كي يخصص ديوانا شعريا
عن اللغة العربية. هذا تقريبا. هذا ديوان أغاريد قلب صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة. هذا الديوان فيه قصائد قصيدة لكل دولة عربية، وفيه قصائد تتحدث عن غزوات ومعارك خاضها المسلمون، مثلا قصيدة عن غزوة بدر، قصيدة عن صلح الحديبية، قصيدة عن الخندق. يعني قد يكون قد سبقني أحد إلى أن يخصص لكل غزوة أو معركة أو هذا قصيدة، لكن أنا أيضا أزعم بأنني من أوائل من كتبوا وخصصوا في هذا الجانب. هذا كتاب أيضا حتى يكون أنا يعني أتحدث بشكل علمي وبشكل دقيق، أنا لا أكتب مثلا عن الأعشاب بصيغة شعرية وأقول هذا علاج كذا عن من فراغ. أنا لي كتب صدرت في هذا الباب، وهذا أحدها مستشار الإنسان، أقول في الغذاء والدواء، ليكن غذاؤك هو دواؤك قبل أن يكون دواؤك هو غذاؤك. الآن دكتور أكرم، ماذا لو بدأ مشروعك هذا، أعني قصائدك في الطب الشعبي، ماذا لو بدأت التفكير جديا في ترجمته إلى لغات أجنبية؟ هل هذا ممكن؟ هل برأيك سيجد صدى لدى شعوب أخرى ربما لا تلتفت بكبير اهتمام إلى الطب الشعبي، ناهيك عن الصياغة الشعرية التي خرج بها؟ ترجمة القصيدة العربية الكلاسيكية إلى لغة أخرى فيها شيء من الصعوبة، وهذا يحتاج إلى مترجم فحل، يعني يمتلك من ناصية اللغة الأجنبية بشيء، يعني يستطيع أن يطوعها بأريحية كي يترجم هذا النص الكلاسيكي إلى اللغة الأخرى. يعني أنا أتمنى أن يترجم ذلك. يعني على سبيل المثال أخي، أنت وأنت تأكل في البيت أخذت حبتين من الفلفل الحار وأكلتهم، فأصابك لهيب الفلفل، ماذا تفعل؟ تشرب الماء، سيزيد أكثر. أنا في أبيات شعرية أطرح حل لهذه المشكلة، لا أقول هذا دواء، هذا حل المشكلة. عليك باللبن كي تقطع اللذعة، من فلفل ألهب اللسان والجوفة، لا تقرب الماء إن الماء ملهبة للفلفل ويزيد اللذع والخوف، إلى آخره. الفلفل الحار لا تحصى منافعه، فدورة الدم من دائم به تشفى، كذاك من فالج أو رعشة، وكذا من رش، يعني من فالج أو رعشة، بمعنى أن الفلفل مناسب للأمراض الباردة، هذا حار يناسب الأمراض الباردة، التداوي يكون بالتضاد، البارد نعطيه حار. كذاك من فالج أو رعشة، وكذا في صفرة الوجه والنسيان لا يخفى، إذا واحد بينسى يأكل فلفل. وللدهون له فعل يذيب به ما كان يرهق منا القلب والجوفة، واحد عنده كوليسترول ودهون يحرص يأكل كل يوم حبة فلفل، وخاصة بعد الطعام حتى يمنع تراكم الدهون، وأيضا الليمون يفعل ذلك يمنع تراكم الدهون. الشيء الأخير في آخر بيت أقول، صبغ السفينة مخلوط به، يعني بالفلفل الحار، ليقي من كائنات أذاها يعجز الوصفة. السفينة التي في البحر، في كائنات بحر تهاجم السفينة، فيها غذاء، فيها رائحة، فيها كذا، فكيف تتقي السفينة أذى هذه الكائنات؟ يمزجون الفلفل الحار بدهان السفينة فتبتعد عنه الكائنات، تبتعد عنها. دكتور، هل بالضرورة أن يكون الشاعر الذي يجد في نفسه الرغبة والقدرة على نظم هذه الفوائد في قالب شعري، هل بالضرورة أن يكون متخصصاً أو على الأقل ملماً ولديه دراية كافية بالطب الشعبي؟ يعني هل سيحقق الغاية من لم يكن كذلك من الشعراء حتى لو امتلك ناصية النظم؟ أنا أقول يجب ألا يقتحم هذا المجال إلا من يمتلك شيئاً من العلم، لأنه ربما يقول شيء يعني مخالف للعلم، شيء يعني قد يصفه مثلا لعلاج للإمساك يصفه للإسهال مثلا، في أشياء يعني، بمعنى أنك يجب أن تدرس هذا العلم دراسة كاملة ودراسة يعني علمية حتى تكون قادر على نظم هذا الشعر. إذا سمحت لي أن أضرب مثالا، كنا ذات مرة
في محاضرة درسنا الدكتور فوزي قطب حسين مادة كيمياء النبات عندما كنا ندرس، فكان يتحدث لنا عن عشبة الجنكة وأنها مفيدة مضادة للجلطة، وكانت والدتي أصيبت بجلطة وقتها، فقلت أنا رفعت يدي وسألت الطبيب الدكتور فوزي، قلت له يا دكتور من أين أنا سآتي بالجنكة، من أمريكا ولا من الصين ولا من كيف معقول أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق لنا في وطننا العربي عشبة أخرى؟ قال نعم. قلت ما هي؟ قال عليك بالزنجبيل. بالزنجبيل. إذن يعني هذا الدكتور فوزي عندما قال لي عليك الدكتور فوزي كان عميد كلية الصيدلة في عجمان يعني وقتها، عندما قال لي عليك بالزنجبيل لماذا لم يقل عليك باليانسون مثلا؟ لأنه عالم يعرف أن خصائص هذا النبات قريبة جدا من خصائص هذا النبات، وأن هذا المضاد للتجلط أيضا هذا مضاد للتجلط، وأن الجنكة كما أنها تزيد كمية الأكسجين الواردة إلى الدماغ فتعود إليه صحته، كذلك الزنجبيل يفعل ذلك ويحرص على تقوية الذاكرة ومنع النسيان. دكتور أكرم، يعني هل لهذا الشيء أصول في تاريخ الشعر العربي أم أنه شيء جديد ولم يتطرق أحد إليه من قبل؟ حسب ما أعلم وقراءاتي كانت في الطب الشعبي والطب العربي والطب الحديث قراءات كثيرة جدا جدا، لكنني لم أقع على مقطوعة شعرية إلا مقطوعة واحدة للعلامة الدكتور عبد الكريم اليافي يحث فيها على تناول، يقول مثلا عليك بالأعشاب في الدواء فإنها السبيل للشفاء، كم من فروق بين عشب جربة ومحدث بالكيمياء ركبة. يعني هذا الكلام الشعري أنا إذا أردت أن أفسره أو أحلله علميا له تحليل كثير، هو يحث على تناول الأشياء الطبيعية والتداوي بها قبل أن نبحث عن الأشياء الكيميائية. شايف أخي؟ في المناسبة لم ينزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وفي رواية إلا السام والسام الموت. إذن الذي علم هذا الدواء؟ طيب أخي نحن عشنا قبل الدواء الحديث 19 قرنا، وين كنا نتداوى؟ أين كنا نتداوى؟ في هذا الطب، فلماذا ننكره الآن أو ننكر عليه الآن أن يكون له مثلا دور في حياتنا؟ آلام العين وأورام العين ومشاكل العين، لكن عندنا وصفة نحن يعني مناسبة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة نعمة الله التي نزلت من السماء وصارت للملا أملا، أوصى بها المصطفى للعين تبرأها، فماؤها قد غدا في طبه مثلا، وفي أحاديثه دنيا ودين لنا، فلتحسنوا في علوم المصطفى العملا. أنا عندما أخذ حديث شريف أتحقق من أنه صحيح، لا أقول شيئا غير ذلك. وبهذا ينتهي لقاؤنا ويتوقف مشوارنا معكم هذا الأسبوع في رحاب الأدب والفن، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.